البلد عم بيمر بظرف بعيدا عن المزايدات السياسية يلي عم تشوفوها على الشاشات من امبارح لليوم. يلي شفناه من امبارح المساء وجع اللبنانيين هو وجع حقيقي أنا حاسس فيه ومعترف فيه، وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عنه، لكن المهم هو كيف بدنا نعالجه ونقدم له حلول، لأنه هيدي المسؤولية يلي كلفنا فيها الشعب اللبناني. مع أنه هالوجع انفجر بالشارع امبارح، صار لي أكثر من 3 سنين عم حاول عالج أسبابه وأقدم حلول حقيقية له. من أكثر من 3 سنين قلت لكل شركائنا بالوطن إنه بلدنا انفرضت عليه ظروف خارج إرادته، وعم يصرف سنة ورا سنة أكثر مما بيدخل، وصار الدين كبير لدرجة إنه ما عاد فينا نكفي هيك. الكهرباء بتكلف الدولة 2 مليار دولار بالسنة، وسلسلة الرتب والرواتب صارت وملتزمين فيها، لكن تبين انه فائد التوقعات وبتكلف كمان حوالي 2 مليار دولار عجز اضافي بالنسبة بالسنة. هيدا غير فوائد الديون والهدر وغيره. قلت انه الحل هو نخفض الفارق بين المصروف السنوي والمدخول السنوي، لحتى بمرحلة اولى نخفف الحاجة للديون الجديدة. وبنفس الوقت قلت للجميع انه الحل الحقيقي هو انه نزيد مدخول بالبلد، يعني نرجع النمو للاقتصاد يلي بيخلق فرص عمل خصوصا للشباب والصبايا. ولانه هيدا الحل ما فينا ننفذه بامكاناتنا لحالنا، اتفقنا مع كل الشركاء بالوطن على الاصلاحات، ما في حل من دونها. واخذت هالاتفاق لاشقائنا واصدقائنا بالمجتمع الدولي. هون بدي اوضح شغله واحده، اصلاحات مش معناتها ضرائب، الاصلاحات معناتها انه الطريقه اللي بيشتغل فيها لبنان اوكي من قوانين وغيره وغيره، بكل القوانين اللي عندنا اياها من ايام الخمسينات والستينات لازم كلنا نغيرها، لانه نحن ما فينا نكمل نكون عايشين بسنة 2019 ولسه قاعدين عم نشتغل بقوانين من الستينات. قاموا اصدقائنا بالمجتمع وحكينا اصدقائنا بالمجتمع الدولي وبلغتهم انه نحن هيك قررنا نعمل، وطلبت منهم بالمقابل المساعدة بالتمويل هالحل، يعني ضخ أموال جديدة وحياة جديدة بالاقتصاد اللبناني. ووفقوا مشكورين إنه بناء على هالإصلاحات يلي نحن مررينها يلتزموا ب 11 مليار دولار لتمويل هالحل. هذا بالمختصر يلي اسمه مؤتمر سادر. رجعت لشركائنا بالوطن وبالحكومة قلت لهم حدا شايف إنه المشكلة غير هيك؟ قالوا لي لا. سألتهم حدا شايف إنه الحل غير هيك؟ كمان قالوا لا. يعني ما حدا طرح حل ثاني. اتكلت على الله وجيت على التنفيذ. ما ضل في مماطلة، ما ضل في فركوشة، ما انحطت بوجهي. بلشنا من تشكيل الحكومة، أسابيع وأشهر وفصول. قلت إصلاح الكهرباء، لأنه الكهرباء وحدها بتمثل 2 مليار دولار بالسنة. صار لي من يوم تشكيل الحكومة اجتماع ورا اجتماع ولجنة ورا لجنة وطرح ورا طرح، وصلت أخيرا على الخط النهائي. إجا مين يقول ما بيمشي. جينا للخطوة المباشرة الأولى يلي هي خفض العجز. خفضنا النفقات لأقصى درجة وسألنا من وين فينا نزيد الدخل، اجتماعات ولجان واتصالات لنوصل أخيرا لاتفاق. ولما نصير على خط النهاية بيجي مين يقول
ما بيمشي. جيت على تعيينات المجالس والهيئات الناظمة يلي هي أول خطوات الإصلاح، كمان ما كانت تمشي. بدل ما يركزوا على معالجة العجز والإصلاحات، يا أما نقضيها تصفية حسابات بين بعض على حساب الوقت، يعني على حساب الناس، أو تصفية حسابات مع الخارج يلي هو نفسه متفقين إنه نشجعه على مساعداتنا والاستثمار باقتصادنا. هيئات حماية المستهلك ما بتمشي. كل لجنة وزارية 9 وزراء مينيموم ليكون الكل مبسوط. حكومة وحدة وطنية فهمنا، ولجان كمان لجان وحدة وطنية، والنتيجة ما في شيء بيمشي. كيف يعني؟ أي شعب بيواجه أداء سياسي على صورة يلي شفتوه من أشهر وسنين بتكون ردة فعل الغضب. الغضب أكيد نتيجة أوضاع معيشية، لكن أساسه مستوى السلوك السياسي بالبلد يلي هو السبب وراء المماطلة بالحلول والتردد بالقرارات وتعطيل الدولة قدام كل مشكل صغير وكبير. يمكن في جهات بالداخل مبسوطة بيلي عم بيصير، وعملت أب الباط لمجموعات نزلت على الشارع وركبت موجة الشباب والصبايا يلي هي بوجه الكل منا وبالجر. ويمكن ينقال إنه في مخطط خارجي لتخريب الوضع، أو في متغيرات إقليمية وموازين قوى انقلبت، وإنه إذا عم تهدى بسوريا خليها تخرب بلبنان. لكن هيدا كله ما بيلغي إنه في وجع حقيقي انفجر امبارح. الناس عطتنا أكثر من فرصة من 3 سنين، أول مرة وتاني مرة وتالت مرة وعاشر مرة، نطرونا نعمل شيء ونبلش الإصلاح ونقلع بالمشاريع ونفتح مجال الشغل للشباب والصبايا. لكن الكل قاعد ومرتاح على وقته وهمه كيف يسجل نقاط بملاعب الآخرين. خلينا نشوف أيام تعطيل البلد خلال تأليف الحكومة والمناكفات والمشاكل قديش كان كلفتها بالمال والاقتصاد وتراجع النمو. اللبنانيين كانوا ناطرين من الحكومة وكل الطاقم السياسي جدية بالشغل، لكن ما قدمنا لهم إلا العرضات السياسية والسجالات. ما بدي فوت بمزايدات مع حدا، وبعرف في كتير ناطرين يبلوا إيدهم بسعد الحريري ويعملوا منا كبش محرقة، وفي أشخاص بلشوا يرموا زعرانهم علينا مثل ما عملوا بالسابق مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بس هيدا قادرين عليه وبيجي وقت الحكي فيه. يلي كان بهمني اليوم احكي مع الناس من دون كفوف وخبرهم كيف الغضب انزرع بقلوبهم يوم بعد يوم. الكل بيعرف انه رحت للتسوية السياسية حتى ما يروح البلد لصراع اهلي جديد، وقررت اقلب الطاولة على حالي حتى ما تنقلب على البلد. ومن 4 سنين واكثر عم دور الزوايا وداير من بلد لبلد لافتح للبنان فرص الدعم والمساعدة والاستثمار. لكن بعد يلي صار من امبارح بلشت شوف الامور بعيون تانية، مش عيون الندم على التسوية، لاني مش ندمان ولا لحظة اني عملت واجباتي بحماية البلد وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية. الناس وجهت لنا رسالة وكانت ناطرتنا من شهور انه نحن نوجه لها رسالة ونقولها كيف البلد بيظهر من جورة الفوضى والهدر والفساد.